برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية في حلقة جديدة من برنامجكم رأيك بهمنا. جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين افتتح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة هذا اليوم. جلالة الملك وضع خطة عمل، وكان خطاب العرش بمثابة خطة عمل ومنهاج لمجلس الأمة وأيضا لدوائرنا الحكومية. تحدث طبعا عن الموضوع القانوني، الانتخاب والأحزاب السياسية، وتحدثوا زملائنا في حلقاتهم عن الجانب السياسي من هذا الموضوع. جلالة الملك قال عن الإصلاح السياسي بأن الإصلاح السياسي الذي نريد هو الذي يحدث إصلاحا اقتصاديا وإداريا. نريد أن نتحاور ونحن وإياكم عن هذا الإصلاح الاقتصادي. جلالة الملك أكد وفي كثير من الأوقات على أن نريد إحداث سياسي، الإحداث السياسي هذا الذي يحدث الإصلاح الاقتصادي. نطرح لنتناقش نحن وإياكم التساؤلات التالية: هل يستطيع مجلس النواب كممثل للشعب لإحداث الإصلاح الاقتصادي؟ هل المسؤولين لدينا في الأردن أيضا قادرين على إحداث هذا الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني؟ وأيضا هل المسؤولين أيضا لدينا قادرين على إحداث هذا الإصلاح الاقتصادي من خلال كحكومة، من خلال فتح المشاريع وتخفيض معدلات البطالة ورفع الحدود الدنيا للأجور؟ نتحاور نحن وإياكم حول الإصلاح السياسي ومدى قدرة النواب والحكومة والمسؤولين على إحداث هذا الإصلاح الاقتصادي، ولا سيدنا بواد والبقية بواد آخر؟ ابقوا معنا. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ونجدد الترحاب باللي انضموا لنا من جديد حتى تابعوا معنا برامج أثير إذاعة وفضائية الحقيقة الدولية. جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين افتتح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة هذا اليوم، وتحدث جلالة الملك عن كثير من الأمور، وتحدث من ضمن الأمور التي تحدث عنها بأن الجميع الأردنيين سواسية ولا يوجد أحد فوق القانون، وقال بأنه لدينا إنجازات ولا يجوز بأي حال من الحالات تقزيم الإنجازات. وأيضا تحدث جلالة الملك بأن لن نسمح للعابثين العبث في أردن الخير وهذا الأردن الذي نعتز ونفتخر. نريد أن نتحدث عن الجانب الاقتصادي عندما تحدث جلالة الملك عن موضوع الإصلاح السياسي. جلالة الملك يريد إصلاحا سياسيا، والإصلاح السياسي هذا الذي يحدث الإصلاح الاقتصادي والإداري. تحدث الزملاء عن الموضوع الجانب الإصلاح السياسي، نريد أن نتحدث وإياكم عن شيء مهم وعلى غاية من الأهمية لمواطننا الأردني، الإصلاح الاقتصادي. الآن لما وجه النواب ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان بضرورة أن يحدث الإصلاح السياسي إصلاحا اقتصاديا، هل مجلس النواب
قادر على إحداث إصلاح اقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني؟ هل المسؤولين في الحكومة أيضا قادرين على تنفيذ رؤى جلالة الملك وتنفيذها بإحداث إصلاح اقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال فتح المشاريع وتوزيع مصادر التنمية على كل المحافظات وتخفيض معدلات البطالة؟ وأيضا هل جلالة الملك عندما يتحدث ويضع هذه الخطة وهذا المنهاج المستقبلي أمام الحكومة وأمام مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، هل جلالة سيدنا في واد والبقية في واد آخر، هل هم قادرين على إحداث الإصلاح الاقتصادي؟ نستمع إلى آرائكم أحبتي. وأول المتصلين من العقبة سمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو حبيب مساء الخير. يمسيك بأنوار النبي. الله يسعدك أبو حبيب، يطول بعمرك يا أبو حبيب. إصلاح الاقتصاد أعطاهم سيدنا للحكومة حريتها يعني. الآن إصلاح الاقتصادي، الآن الحكومة تشتغل، تنتبه على الشباب، تنتبه على المصانع، تنتبه على الشباب اللي يضحكوهم لأنه الشباب معاطلين من العمل. أصلا الآن سيدنا أعطاهم ضوء الأخضر، يعني ابلا شوية نواب يشتغلوا. شوفوا شبابنا، شوفوا اللي مروا عليهم، شوفوا المصانع قاعدين، الناس كلها غرب يشتغلوا، عندنا بنات خياطات ومصانع، شباب مرميين بالشوارع قاعدين. يعني الآن مش حجة، لأنه خلص أعطاهم الأوكي ضوء الأخضر. سيدنا طول الله بعمره. ولازم يعني تكون انت بالصوره ومشاهدينا بالصوره انه معدلات البطاله بين الشباب 50%. وبالتالي جلاله سيدنا قال انه نريد اصلاح سياسي، لكن الاصلاح السياسي الذي طبعا يكون مرتبطا باصلاح اقتصادي. قادرين الحكومه بدايه قادره على اصلاح اقتصادي، نعم ام لا؟ نعم سيدي تقدر. نعم. هل مجلس النواب كل المستثمرين وكل اللي الحمد لله رب العالمين المصانع في البلد كلها موجوده عندنا؟ نعم. هل مجلس موجود؟ هل مجلس النواب الحكومه تشتغل؟ نعم يا ابو حبيب. طيب سؤال، هل مجلس النواب على اعتبار انه ممثل للشعب الاردني قادر على سن القوانين التي تحفز؟ نعم، لانه خلص اخذ الاوكي. نعم أخذ الأوكي. طيب أخذ الأوكي من سيدنا. طيب سيدنا دائما بيحكي إصلاح اقتصادي إصلاح اقتصادي، ودائما يعطي الضوء الأخضر للحكومة ولمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب أنه حسن الوضع الاقتصادي لمواطننا الأردني، ومع ذلك لم يلمس المواطن الأردني أي إصلاح اقتصادي. جلالة الملك وضع لكم خطة عمل وقال باشروا، وأنتم الآن ما عملوا الشيء لغاية الآن بصراحة. بالعربي أبو حبيب. نعم. الجماعة الموجودين كلهم خايفين يمسكوا الكلام يتحركوا. نعم. نفسهم المسؤولين خايفين. أيوة. أعطاهم سيدنا ضوء الأخضر. أيوة. يا أخي اشتغل. وجلال سي يعني أنت حكيت كلمة جدا مهمة، أنه يا مسؤول لما جلال سيدنا يعطيك الصلاحيات ويقول لك اشتغل، لا تكون خائف، لا ترتجف. نعم. في اتخاذ. نعم. القرارات الصحيحة. يا ابو حبيب هاي قديش في اراضي يا ابو حبيب، هاي قديش في اراضي بالعقبة. نعم. قديش في اراضي بالعقبة، قالوا لنا اكتبوا طلبات وقدموا طلبات 20 دينار الطلب، قدمنا كل شيء، خايف رئيس المفوضية تبع العقبة خايف يوزع اراضي لأهل العقبة. نعم. انت ليش تاخذ منا مصارينا؟ يعني ومع ذلك بتعطي انت العزم وتدفع الحكومة والنواب انهم قادرين على احداث اصلاح قادرين. نعم. اقتصادي. مش فاضيين. طيب بدي أشكرك شكرا جزيلا. كلام أخونا سمير كان مهم. الآن في سؤال، من ضمن الإصلاح الاقتصادي الآن رفع الحد الأدنى للأجور وفتح المشاريع في المحافظات وتقليل معدلات البطالة، وأيضا في نقطة بنعاني منها نحن كمواطنين أردنيين الآن، ارتفاع الأسعار. هذا الأمر أثقل كاهل الأردنيين، وبالتالي الرواتب ثابتة والأسعار بارتفاع، وبالتالي الآن بحاجة لأنه يكون هناك إصلاح اقتصادي. إما ما ترفع عليه الأسعار، أو إذا أردت أنك ترفع عليه الأسعار زيد للرواتب، زيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حتى نحدث هذا الإصلاح. افتحنا مشاريع. خلينا نأخذ تيسير. السلام عليكم يا تيسير. كل السلام، كيف حالك يا أبو حبيب؟ يا حياك الله، يا هلا بيك. الله يحييك وبارك فيك. هلا أبو حبيب. الملك اليوم ما قصر بالحكي تبعه للنواب والأعيان.
نعم. لكن بدك ايد ما بيها تمل علشان يقدر يوقع. هذا يوم بوقع تقول بده يقع بنار. ليش؟ لانه خايف. بقول لك هسه اذا انا وقعت روحوني. نعم. بحسب غيره ما بيجي. احنا مهلكين. عندنا الاسعار ارتفعت اكثر من اللزوم 100% ارتفعت. والرواتب على محلها. نعم. ما تغير شيء نهائيا بالرواتب. بل هي بتنزل ما بترتفع. نعم. تيجي على البلدية بتأخذ منك، تيجي على ضمان بأخذ منك، تيجي على السوق بأخذ منك، تيجي المواطن مهلك. الملك أنطى حرية للناس تشتغل وتعمل، لكن مين اللي يقدر يعمل؟ مين اللي يقدر يعمل؟ مين اللي عنده جراءة؟ يعني يعني غير قادرين، مش قادرين يعملوا ولا ما بدهم يعملوا ولا ما بدهم يشتغلوا؟ لا لا لا، مش قادرين يعملوا، خايفين. يعني مأمن هالراتب 3500 دينار غير السفريات وغير النفقات وغير البنزين وغير وغير. طب بقية الشعب هم انتخبوكوا وبالتالي ارحموهم شوي. هذول انتخبناهم على ابو حبيب. نعم. هذول انتخبناهم على برنامج. البرنامج اللي انطونا اياه ما طبقوا والله شايف في مجلس النواب ما دريت عنه غير اليوم. وكأني افهم من كلامك اخي تيسير انه لا الحكومة ولا مجلس النواب قادرين على احداث اصلاح اقتصادي. مش قادرين يغطوا موضوع ابو حبيب. مش قادرين يغطوا موضوع الشعب. الشعب مش قادرين يغطوا موضوعه. والله اذا في مجلس نواب ما دريت عنه غير اليوم بحس وانا ملتغي والله. طيب يعني ولا عمري سمعت لهم كلمة نواب ما دبا نواب الكرك نواب معان. ما في نواب. يعني باعتقادك انه على الرغم من اعطاء الضوء الاخضر من قبل جلالة الملك الى احداث سياسي الذي طبعا يندرج تحته اصلاح اقتصادي وان لا يكون بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي والاداري، النواب حسب رأيي غير قادرين. لا والله ما هم قادرين. والله ما هم قادرين. كلهم تعرف كلهم خايفين. مش قادرين. كلهم خايفين. واللي بتحكي معاه شايف كيف؟ كان قال لك ما فيش مصاري. وضع البلد منهار. شو ضيع البلد؟ ضيع البلد المسؤولين، كل المسؤولين قاعدين مشان الله يخيطوا جيابهم يا زلمة، يخيطوا جيابهم، جيابهم فاتحة على البنوك. احنا وضعنا منهار، ملتعن عزينا. المصاري تبعات البلد، احنا كل العالم بطبخ علينا. احنا عندنا نفط أكثر من النفط. أمريكا بطبخ، بريطانيا بطبخ، فرنسا بطبخ، الخليج بطبخ، كله بطبخ ومش مبين علينا. طيب الحكومة الآن البلديات تتبع للحكومة، بندفع مستقفات، ضريبة أبنية، ضريبة تراخيص، كذا، ما بنعكس قاعد على شوارعنا، ما بنعكس على مستويات النظافة، ما بنعكس. طب الآن يعني في على الطريق الصحراوي المجازر اللي صارت الحوادث، حطوا مستشفى ميداني على الطريق الصحراوي، واحد صار معه حادث لا سمح الله، واحد قرصته عقرب له القرى الموجودة هناك. الآن بواحد بدهم يسحبوا هذا المستشفى الميداني، ولا سمح الله صار حادث يموت الله لا يرده، تلدغ حي الله لا يرده. هل من المعقول مستشفى ميداني يكون على موضوع على الطريق الصحراوي يصدر قرار انه سحبه اعتبار واحد واحد؟ شو بده يعني؟ ما الغاية من سحب هذا المستشفى الميداني؟ أنا بدي أشكرك أخونا العزيز تيسير عبد الله من الكرك. السلام عليكم أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبو حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أبو حبيب الآن المشكلة رئيس الحكومة بده أمر دفاع، بده يكون قوي جريء، يعني عسكر مخضرم من الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة. نعم. وفتح سجن جفر وزج الفاسدين والمفسدين إلى السجن واسترداد المال المنهوبة، أموال الشعب اللي نهبت. طيب يا أخي عبد الله، كل وزراء حكومات متعاقبة، كل فاسدة. في أكثر من أنه جلالة الملك أعطى الضوء الأخضر يا لا مجلس الأمة نواب وعيام للحكومة اعملوا إصلاح اقتصادي، ريحوا مواطننا الأردني، ريحوا أبنائي وبناتي. طب الآن ليش مش قادرين يعملوا إصلاح اقتصادي؟ والله
أخي عبد الله ما يقدر يعمل يا شيخ. ليش؟ الآن جلسة من كباد وهذول رباد آخر رواتبه بخمسة آلاف ويومات وشفرات ودارع المواطن جيعان ماكل هوا ما يعرفه ينزل على الشارع يا أخي. يعني هذا قد يدفع المواطن بالنهاية إلى أنه يعني يلجأ لخيارات أخرى. أنا بدي أشكرك تسمعني من تلفزيون أخونا عبد الله. نذهب إلى ركان الشمائلة. السلام عليكم يا ركان. تحياتي أبو حبيب. تحياتي وأشواقي سيد العزيز. نعم والله إحنا قبلنا على السبعينة وإحنا بنسمع طخ الحج. نعم سمعت وصليت على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. في مثل بقول عش المي تجيك صافي. عيد المثل. عش المي. نعم بتجيك صافية. صح عرفت عليك مشان تشرب. نعم سيدي احنا ودنا منظومة الوزراء. احنا تحيطك علم نفهم الشعب الاردني بفهم وشعب الاردني يعني ذكي. شعب ذكي بس نعم. ويش بنستحي الحياة تبعنا ذبحنا يا شيخ العزيز. كيف يعني سيد العزيز الحين عندك نواب وقت الانتخابات الله وكيلك عيب. احنا نتكلم انا من ناس عائلة راقية والله في الكرك ما نقع دم يعني ما عليك عيب نتكلم انه كان يحب حب مو نطيح تحت الركبة كان يحب حبدين لوادم حتى يصير نائب. نعم ليش بكل نواب لهم مكتب في محافظاتهم بشوفوا هموم شعبهم؟ ليش بس يصلوا عمان ناس يدري عنهم؟ والله العظيم انا بسوي استفتاء في المدارس في الشارع اذا بيعرفوا اسماء النواب ولا اسماء يا زلمه دولي النا هذه بناها الملك حسين وبنوها المحترمين معه ما نعرف اسماء الوزراء سيد العزيز. نعم بجيب عليك مختصر مفيد. أوادم منتفع من بعضها، النائب منتفع من الوزير، الوزير منتفع من النائب. والله العظيم عبد الكريم الدغمي سوى من لقاء هيو ألفيت وعندي محفوظ قال إحنا عبارة عن مجلس النواب في كور لا نمون إن نعين مراسل وطول النهار وإحنا بنغطى بعض. لا بس بدي أطمنك. لا بدي أطمنك إنه عبد الكريم الدغمي مش هو لوحده ما بحكي عن شخصه بحكي عن كل النواب بوظفوا قرايبهم وبوظفوا معارفهم وبوظفوا أنسبائهم لكن المساكين اللي زي وزيك وزي اللي اليتيم وزي ما بتطلعوا عليه لا بمونوا إذا اشتهوا إذا قرابته آه بعينه غير هيك لا خلنا نكون واضحين يعني سيد العزيز أبو حبيب. نعم والله العظيم والله العظيم هيا بقسم يمين انا سلمت على سيدنا اربع مرات واعطى بنتي لقب شاعرة الملك عمرها 7 سنين. نعم. قسما بالله عندي كشف في 370 شخص اللي بنتي وظفتهم عن طريق مدير الامن العام طريق. نعم. مدير قائد الجيش عن طريق الديوان الملكي العامر فت عليه 9 مرات على طريق الدرج فت عليهم هذا تطلعهم على البحرين هذا ترمجوا هذا بنت الي عمرها والله خدمت نائب في مجلس النواب عيال عمومة قبلوه بالجامعات راحت على رئيس الجامعة ألقت 2 شعر رفعته فوق السماء أخذ الشباب تبعهم حطوا بالجامعة. شو بتفكر يا كيف رجل الحين مجلس النواب والوزراء لا يمونوا على تعيين مراسل خلينا أكون واضح خلينا أخيرا كان والله مستعلانين عن الشعب أخيرا كان إلا سير منظومة جديدة يا سيد العزيز. نعم راح جلالة الملك طالب تعديلات دستورية بس بدي أسألك يعني أكمل سؤال محددات نعم أو لا هل مجلس النواب قادر على إحداث إصلاح اقتصادي سيد العزيز؟ نعم ولا لا سيد العزيز؟ تفضل أبو حبيب. تفضل أنا من عشاق سيدي ودائما متفائل هذه العائلة الهاشمية خط أحمر. أنا خليني بقول بيت الشعر يعني اللي بيستحوا وبيسمعوا كلام سيدنا وينفذوه. أنا يعني بقول ما شفت مثل حسين إلا أبو حسين شبلا تربى عن تطارات ضية ونجيت أكيل قدرهم بالموازين متساويين القدر والمقدرية. سيدي هذول ملوك بني هاشم بيستحوا ملوك رحمة ما هم ملوك عذاب بيتكلموا بس اللي حواليهم خلينا اقول لك باللغة الكركية اللي حواليهم مستغلين حياة سيدنا وجلالة الملك ما بنفسه يا سيد العزيز. وودع هريرة فإن الركب مرتحل والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. ومع ذلك ما جاوبني أخونا ركان هل مجلس النواب كممثل للشعب قادر على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بإصلاح اقتصادي رفع الرواتب تخفيض الأسعار
يعني هاي النقاط اللي بهم مواطننا الأردني. غالب الهواوشة من ذيبان، السلام عليكم. غالب الهواوشة، مساء الخير أبو حبيب، مسيك بأنوار النبي. طالب الهواوشة، طالب الهواوشة، العتب على النظر، طالب الهواوشة أبو حبيب. أنت ابعد لي عن التلفزيون، ابعد لي عن التلفزيون إذا سمحت. انت بتقول يا ابو حبيب انه جلالة الملك اعطى الضوء الاخضر، انت بتقول انه جلالة الملك اعطى الضوء الاخضر للحكومة والنواب، يعني قبل خطاب اليوم الملك ما كان عاطي. الملك من الاصل هو ينادي. المشكلة الاصلاح الاقتصادي يا ابو حبيب، بدون الاصلاح الاداري والقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة لا يمكن. والملك قال لا أحد فوق القانون، أكد عليها أكثر من مرة، وقال الإصلاح السياسي لا يمكن أن يكون بمعزل عن إصلاح اقتصادي. هل النواب قادرين على إحداث إصلاح اقتصادي؟ النواب غير قادرين لسبب بسيط ومعروف للأردنيين كله. شو هو؟ يا سيدي النواب الآن اللي يمثل النواب مش كل الشعب اللي انتخبهم، هم فازوا بأرقام معينة، احنا والكفاءات غير موجودة، الجرعة اللي بنادي بها سيدنا غير موجودة، الانتماء والولاء غير، كل مصالح ذاتية. يعني عندنا الإصلاح الاقتصادي، المتعربين من الضريبة ليش ما يجيبوهم كلياتهم؟ ليش ما يحبسوهم في مليار وأكثر من مليار؟ أو طيب. أصحاب الشركات ليش ما يدفعوا للوطن؟ ليش ما يضحوا؟ طيب هذا فهمنا عن جانب مجلس النواب. الحكومة غير قادرة على فتح مشاريع في المحافظات، مش قادرة أن تحسن وضع المعيشة للمواطن الأردني، قادرة ولا مش قادرة كحكومة المصاري عندها؟ يا ريت يعني تسمعني من الهاتف يا حبيبي يا طالب. طيب أخي طالب وكل المشاهدين أرجو أنك تسمعوني من الهاتف. جمال السلام عليكم من عجلون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك أبو حبيب؟ الله يطول بعمرك يا رب. إلي مداخلتين. تفضل يا سيدي. بالنسبة للوزراء النواب إهلكوا الشعب الأردني إهلاك مزبوط، رواتبهم متدنية، رواتبهم مرهونة للبنوك، بطل يقدروا يجيبوا أكل أولادهم، بطل يقدروا يتحركوا، الناس كلها مرضت، صارت يعني لما يشوفها الوزراء زي هيك كلها ناس فوق والشعب الأردني تحت، هل ما بنظروا له؟ شايفين الشعب كله كحيان وميت من الجوع، ليش ما بنظروا له؟ خلي سيدنا للشغلات الأكبر، ليش سيدنا تيجي يوجههم؟ ليش رئيس الوزراء هو لحاله طالب انه يستلم الحقيبة الوزارية؟ ليش ما بوجه الوزراء والنواب كلياتهم؟ إلا الناس تيجي السولف معهم. المداخل الثاني إلي، نعم. بالنسبة للمتقاعدين العسكريين القدامى، نعم. اللي سحبوا اشتراكاتهم، اللي سحبوا اشتراكاتهم، نعم. نتمنى من جلالة الملك عبد الله ابن الحسين بإرادة ملكية ينطيه أسكانهم، وشكرا للشعب الأردني وشكرا لجلالة الملك عبد الله بن الحسين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخونا جمال. كل واحد همه على قده، لا إله إلا الله. مواطننا الأردني مهم السياسة والإصلاح السياسي مهم، لكن أنا عن الشعب الأردني ترى الهدف الأسمى وأيضا المطلب الأكثر والأكبر بده تحسين وضعه الاقتصادي، وبعدين اشتغلوا سياسة زي ما بدكوا، ما بهم يعني 80% من الشعب الأردني بده يأكل خبز، بده تزيد رواتبه، بده تحسن مستوى المعيشي، بده فرص عمل لأبنائه. الأب اللي بتطلع قدامه 4 أولاد وثلاث بنات ما بيشتغلوش، هذا اللي بده إياه، بده تخفف من معدلات البطالة. هذا دور مجلس النواب وهذا دور الحكومة. طبعا هسه بقول لي أي واحد من النواب اللي سمعنا بقول إحنا دورنا تشريعي ورقابي، طب ليش أنت توظف قرابتك، ابن عمك، ابن خالتك، نسيبك كذا، وبقيت الشعب الأردني عندما يجي يطلب واحد من المواطنين الأردني بتقول والله احنا دورنا رقابي وتشريع؟ يا أخي على رأس وعيني، طب مثل ما وظفت ابن عمك نظف هالمسخب هذا اللي عنده 7 أولاد ولا واحد فيهم موظف،
هذا اللي احنا بنتحدث عنه، وهذا جلالة الملك اللي طالب في انه لازم يكون في عنا اصلاح اقتصادي. اما لما نقول 50% من شبابنا عاطلين على العمل، طب هاي يعني كارثة، هذا شيء يعني ممكن باي لحظة ينفجر بوجه الحكومة. 50% من الشباب على اعتبار انه عنا طبعا شباب، مجتمعنا الاردني مجتمع فتي شبابي. الان لو قلنا 4 مليون شاب، بنقول نصهم 2 مليون مش لاقين شغل وقاعدين، لا قادر يوكل ولا قادر يصرف حاله ولا قادر يشتري له بنطلون ولا قادر يساعد ابوه ولا قادر يساعد امه. الان شو بده يصير فيه؟ يعني بيلجأ لكثير من الامور. خلينا ناخذ عبيد الله المعايطة. السلام عليكم عبيد الله الحمايد. السلام عليكم عبيد الله الحمايد، كيف حالك؟ حياك الله حبيبنا عبيد الله، اسعد الله مساك. مساك سيدي، ومد بعمر سيدنا. امين يا رب. انا حتى الاخ جمال سبقني الله يوفقه اللي قبلي، حتى انا متقاعد عسكري قديم من 74. نعم. ونطالب نطلب من سيدنا، نطلب من سيدنا الله يمد بعمره انه بس يلحقنا مع زملائنا الاتصال العسكري. وشكرا لك، واقسم بالله راتب 230 ليره. راتبك 230؟ نعم. انا معلولي انقطع سيدي وانا عمري 17 سنه اول دخول الجيش. طب الله بدي اسالك سؤال، 230 تقاعدك، خليني اسالك سؤال، راتبك 230 تقاعدك الان، كم ولد وبنت عندك؟ انا عندي 13 الحمد لله. قديش؟ 13. الله، 13 13 13. طيب الان راتبك لقديه بالشهر بكفيك؟ منهم 4-5 قاعدين عندي بعاطين للعمل شباب. طيب بالله بدي اسالك سؤال، ال 230 دينار تقاعدك لمتى بيظل معك؟ لخمس الشهر، لعشر الشهر؟ لا مو بضل منهم، بس 70 دينار باقي راتبي، 70 دينار باقي راتبي على قرض كمان. يعني من 230 عليك قرض؟ اخذت قرض من البنك. نعم سيدي، من البنك اللي استلم منه اخذت عليه قرض، بقى منهم 70 دينار بس. لا حول ولا قوة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، إن شاء الله رب العالمين. يعني هذا جزء من الإصلاح الاقتصادي، إنه افتحوا يعني فرص العمل. يعني بقول لك أنا راتبي 230 وبصفي من راتبي التقاعدي 70 دينار، يعني يده فاتورة كهرباء ومي وبده يقضيها على الزيت والزعتر وقلاية البندورة. طب والله أكبر، ما بدي أكله بهالأسبوع جاجة، ما بدي أكله بهالشهر 2 كيلو لحمة ويعمل عرس الأولاد على المنسف. يعني هذا الأمر اللي تحدث عنه جلالة الملك، إصلاح سياسي الذي ينبثق عنه إصلاح اقتصادي. طب 230 دينار وبظل منه 70 دينار، هاي كارثة، مصيبة. هذا الإصلاح الاقتصادي اللي بهمه سيدنا واللي بهمه المواطن الأردني. ترى مواطننا الأردني 20% من الشعب الأردني اللي بهمه قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، بهمه لقمة عيشه، بهمه أولاده يتوظفوا، بهمه أنه رفع الحد الأدنى للأجور. هذا اللي بهمه مواطننا الأردني. هشام معايطة من الزرقاء، السلام عليكم أخي هشام. السلام عليكم. عليكم السلام. وابعد لي عن التلفزيون. يا هلا. وعليكم السلام أبو حبيب، كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله أبو حبيب. طب يا ريت انك تبعد عن ابو حبيب، عندي ابعد لي عن التلفزيون. المتقاعد اللي ما عليه قرض بالبنك، يعني انا بحكي انه كل السيارات اللي بتشوفها ترى بالشوارع، الفورد والابصر شو انواعها ما بنعرفها، والهوندا والمرسيدس، ترى هذولا اللي بتشوف الباشات بالشوارع 60% على البنوك. يعني باي لحظة روح على ساحات البنوك بتلاقي كل السيارات معادة، بيحجز عليها البنك بعد تأخير قسطين، ويعني احنا مظاهر على الفاضي. هو ابعد لي عن راتبي يا هشام حبيبي، الله يستر، الله يستر عليك. ابعد لي عن التلفزيون، دوش لي تلفزيونك، ابعد لي عن التلفزيون. اي بعدت عن التلفزيون. ايوه احكي هسه براحتك، تفضل. طيب هسه راتبي 160 دينار. نعم. قديه؟ قديه راتبك؟ 160 دينار. 160 دينار. اولاد وبنت. نعم. وبدفع ايجار بيت 80 دينار. نعم. بظل 60 دينار عليه، بظل 80 دينار لك. بظل 80، طيب ما بده مصروف لهالولاد المدارس؟ ما بدفع كهرباء، ما بدفع ميه. كم ولد عندك اذا سمحت؟ عندي 3 اولاد وبنت. 3 اولاد وبنت، بالمدارس ولا بالجامعات؟
80 دينار مكفية. نعم. لا بالمدارس. بالمدارس، قد ايه بظل من راتبك؟ بالمدارس بظل من راتبي 80 دينار. قد ايه بظل من راتبك؟ طيب بظل من راتبي 80 دينار. 80 دينار لاخر الشهر. ها؟ 80 دينار لاخر الشهر. اي نعم. وكيف عايش معلش؟ بدفع من 22 دينار كهرباء. جاوبني جاوبني، كيف عايش؟ والله من قلت الموت. شكرا جزيلا اخونا هشام المعايطة، يعني بالفعل يا عبد الله بضله 80 دينار، بقول عايش من قلت الموت، يعني راتبه 160 دينار، عنده ثلاث اولاد وبنت وبالمدارس وفاتورة كهرباء ومي، يعني شطب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإصلاح اللي بدنا إياه، افتحوا فرص عمل، افتحوا مشاريع، افتحوا مصانع، زيدوا الحد الأدنى من الأجور، اعملوا، يعني لابد من أنه وضع المواطن الأردني يتحسن، لابد قبل الإصلاح السياسي اصلحوا لنا الوضع الاقتصادي وافتحوا لنا المشاريع. فاضل الذيابات، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أبو حبيب؟ مشتاق لك. يستاذك العافية إن شاء الله. إن شاء الله. هل النواب قادرين على إحداث إصلاح اقتصادي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب كمل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهمهم رواتبهم ومصالح أولادهم وبس. وإحنا نيجي على مجلس النواب ونطق الباب للمساعدة زي الشحابي. أنا عندي بنت كلية. وعندي ولد توجيهي، انا ما شاء الله عندي 9 اولاد ونسوان سنتين، وانا الله يزيدك واخذ 280 دينار. نعم. 70 خصم للقرار الزراعي 40 دينار. نعم. وللضمان 30 دينار. نعم. وللكهرباء والميه، وشوف شو ظل من الراتب. وعندي بنت تدرس في معاد، يومي يومي دينارين 60 دينار اجار الباب، خل المصروف. والله النواب ما ادري عنا، والله سيدنا يضع النقاط على الحروف لهم ولم يستجيبوا. يعني مثل قائل زي مندوب اللبن، يهز راسه ولا فائده منهم. والله عندنا متقاعدين العسكريين ومتقاعدين الضمان، انا منهم والله متهالكين لاخر درجه، يعطونا رواتب 400-500 زي ولد النواب او المسؤولين اللي متوظف 5000-6000 دينار. ما في حكومات تغيرت نهائيا الا رحمه هزاع المجاني ووصف التل على والله رمضان لهذا التاريخ. طيب. والله الا ينهضوا الشعب الاردني لفوا. اما هذول المسؤولين هذول بدهم بجيبهم بس. هسا خلصنا من مجلس النواب غير قادر على احداث اصلاح اقتصادي. والله طيب رئيس الوزراء وهالوزراء مش قادرين يفتحوا مشاريع، مش قادرين يسدوا قانون رفع الحد الادنى من الاجور، مش قادرين يفتحوا شواغر ووظفوا اولادنا وبناتنا. يا سيدي العزيز، انا درست وخلصت بس 66. نعم. مدرك في معاد، وكنت الاول محافظه معاد. هل تعلم أن في نهر من سوريا يعبر على السعودية في داخل الأردن؟ لو حفروا عليه آبار هذا النهر ما كان هذا الأحوال فينا. حتى المشاريع بيننا حتى نوصل والله يا أطفال وليس أفعال، حتى نوصل للوضع الاقتصادي قديه يعني مؤلم لدى الأردنيين. قديه بظل نعم من راتبك؟ نعم نعم أخوي فاضل. نعم. قديه بظل من راتبك بعد ما تدفع الكهرباء والمي ولهالولاد وللنسوان الثنتين اللي عندك؟ قديه بظل من راتبك بصراحه؟ نستلم الراتب في 25 الشهر. نعم. والله 26 شهر يمكن يظل دينار، يمكن ها. والما يعني جزء من الرواتب ما بتخلي الرواتب النواب يعطونا رقاده، ما بتخلي هالراتب يدفع يومين بجيبتك؟ اجل الكهرباء ومي، خليه يدفع شوي بجيبتك يا رجل. ما تجيك الكهرباء تقطع الكهرباء عليك. لا حول ولا قوة. يحطوك في السجن بعدين، او يقطع المي عندك، وين نروح؟ وين نروح يا حكومة؟ يا حكومة، مساء الخير يا حكومة، من العادل للرئاسة، وادعم خافت الله
بدو يباع المحباكة. فالمستشفى لازم تدفع الطفل والنفاسة، ولازم الأشكار بتدفع لو عندك بس نوافة. وشكرا بالله يا فاضل. دقيقة انت حكيت كلمة مهمة يعني لازم افهمها المشاهدين. نعم. البدوي باع المحماسة، شو اللي قصدت فيه؟ قصدت فيه ان الظهر طفران، الاعلام زادت عليهم، المصاريف زادت عليهم، بيت الشعر متهالك بالفحران. يعني بدي اقول لك بدي احكي على الملا، والله اذا تشهد بدوي ظهر فحرة اول متقاعدين زي الشحالين. انا بدي احكي على الملا، لا حول. الحكومة اللي تذهب تشهر مع المواطن، انت طول نهارك يا مسؤول راكب سيارة طيب وربنا عارف ايش، وولدك مصروفه يومي 100 دينار، وانا اقول لك لو انت اعلمك المزرعة لا احكيها. والله مر من عندي واحد على كنت حرس على السفارة الامريكية ابو الدبلوماسي، والله مرت بنت رئيس وزراء من عندنا، وانا قالت والله راحت على مطعم معتوه جابت الغيب السندويش كل واحد حسب ايران. قلت والله انت ساكن سؤال دماغك مصاري، قالت والله مصروف يومي 100 دينار. بالله عليك 100 دينار اولاد الوزراء يا وزراء ابو الله. طب والله انت حتى يعني تحدث بمنطقيه، قالت لما سالتوها قد ايه مصروفك اليومي قالت 100 دينار باليوم. نعم داري والله 100 دينار هاي بصرفها بشهرين انا. طيب بارك الله فيك. طب ابوها تقعد 10,000 12,000. يا سيدي العزيز على بنت مدير شركه الفوزان اللي ياخذ 35,000، نعم، ياخذ شهري 35,000 يخصصوا 25,000 للمتقاعدين ووزعوهم، ولو طلعت كل شيء بلحق نص مليون لما وزعوا المتقاعدين العسكريين اللي اكلت الشمس في الصحراء في المناورات لحماية هذا الوطن بقيادة أبو حسين. إحنا داخلين على الله وعلى أبو حسين، ولا المسؤولين شطب من النواب للأعيان للوزراء، إحنا داخلين على الله وعليك يا أبو حسين. تحسن رواتبنا زي رواتب النواب اللي الواحد بايلد حتى عليه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا أخوي فاضل، بارك الله فيك. يعني 100 دينار باليوم، يعني انا لو اصرف 100 دينار باليوم بده يكون بالشهر قد ايه؟ 130، 3,000 دينار. 3000 اي والله غير ادور بالشوارع لو بصير راتبي 3000 دينار بالشهر. 100 دينار باليوم وناس عندنا قاعده لسه، في عندنا بعض المواطنين الاردنيين ترى ساكنين بمغر، روحوا بس على بعض المناطق بمغاره ساكن ومش لاقي اكل ياكل ورواتب ما فيه ومش بكفيات الرواتب، تيجي بنت مسؤول مصروفها باليوم 100 دينار. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني كارثه. لما يقول اخوي فاضل من البادي الجنوبي من الحويطات اللي نعتز ونفتخر بيهم، لما يقول البدوي باع المحماسه، المحماسه اهم شيء، هاي اللي بيحرك فيها القهوه، حب القهوه بالمحماسه ويحرك فيها، باع المحماسة لأنه دلالة على أنه شيء مهم المحماسة ووجود القهوة عند البدوي. الآن لما بيع المحماسة ما في قهوة، أهم شيء باعه البدوي، هذا مؤشر خطير. وبتقدر تألف عليه كتاب، البدوي باع المحماسة، بتألف عليه رواية كتب للي بيستوعب شو معنى البدوي باع المحماسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نائل خزاعل، السلام عليكم. السلام عليكم يا ابو حبيب. يا حياك الله يا اهلا. والعاملين على قناه الحقيقه. الله يطول بعمرك. لانكم والله الحقيقه 100%. الله يديمك. ثم بالله المتنفس للشعب الاردني. الله يطول. يا سيدي العزيز اللي ساكت على حق شيطان اخرس. نعم. صليت على النبي. اللهم صل على سيدنا. الحكومات المتعاقبه من 20 سنه. الحكومات المتعاقبه من 20 سنه ما شفنا الخير منهم. لا هم ولا مجلس النواب ولا مجلس الاعيان. صليت على النبي. جلالة الملك يوجه للحكومة، وجه النواب، وجه الأعيان، وجه، بس ثم تقول ضد الشعب الأردني. احنا ما نعرف نسأل قيم هذا، نفس الأدوار قاعدين يدوروها زي طاولة الشطرنج قاعدين يلعبوا بالشعب. نعم. حرام هذا، الشعب ملوك، فقر، جوع،
يعني في ناس بطلت تطلع من دورها، اقسم بالله بطلت تطلع من دورها، توابيت مسكره عليهم. طب بدي اسال، بدي اسال سؤال اليوم، بدي اسال سؤال، خليني اسالك سؤال، خليني استفيد منك. من زمان نترجى ان نوجه خطاب للشعب، الشعب الاردني بحاجه خطاب من جهاز الملك. طيب يا اخو يا نايل، اليوم ممكن تسمعني، اليوم اليوم جلالة الملك قال لمجلس النواب وقال للحكومة وقال للأعيان يعني بدنا إصلاح سياسي، والإصلاح السياسي اللي الآن بنبثق عنه إصلاح اقتصادي، وبوجههم وسيد دانش فريق وهو يحكي اعملوا حسوا وضع المواطن الأردني، ويعني كثير منهم. هل مجلس النواب قادر على إحداث إصلاح اقتصادي، نعم ولا لا؟ مش قادر، لأنه أنا ما بدي أكل إصلاح سياسي، أنا بدي أكل خبز. جعانين الشعب، الشعب يطالب جهاز الملك، كل واحد تسأله ليش جهاز الملك الله يطول عمره ليش ما يخطب بالشعب الأردني؟ التوجيهات تعبنا منها، ما الناس مش منفسر، لا وزراء لا أعيان لا نواب لا رأس وزراء ولا غيره ولا غيراته. الشعب طيب. بدي أكل خبز، أنا شو بدي من الإصلاح السياسي؟ شو بده يفيدني كمواطن؟ المقاعدين العسكريين ماكلين هوا، المقاعدين العسكريين اقدام، شو راتبه 200 و260 و300؟ شو بدك في بنوك؟ تجويع حرام والله. اليوم الملك جلالة الملك اليوم اليوم قال بدنا، انا مدح القوات المسلحة ومدح الأمن العام والأجهزة الأمنية، وأيضا أقرنهم بالمتقاعدين. طب المتقاعد اللي تقاعدوا 300 دينار شو بده يعمل؟ كيف ممكن احنا كمجلس النواب نحاول نعمل تعديلات ونطرح يعني شيء نعدل على رواتب هالمتقاعدين؟ متقاعدين مش الجيش بس ولا الامن، متقاعدين الدولة بشكل عام، حتى يقدر يعيش مرته، ويقدر يدفع فاتورة كهرباء، ويقدر يدفع فاتورة مي، ويدرس عياله. اللي خدم الوطن وحارب، حارب بالعن الاردن، اللي قاعدين لابسين بدلات وقرافات على حساب الجيش العربي الاردني البطل، حاربنا احنا. طيب على فرض ان النواب بيقول احنا ما بدينا اشي ومعناش مصاري ومعناش مصاري، الان الحكومة دقيقة 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 دقيقة، الان الحكومة اللي معها المصاري ومعها المليارات ومعها الملايين مش قادرة تفتح مشاريع بالعقبة وبمعان وبالطفيل وبالبادي الجنوبي والبادي الشمالي والبادي الوسطى والمفرق والسلط واربد وعجلون ومادبة والرمثة، مش قادرة تفتح مشاريع حتى تشغل اولادنا؟ يا سيد العزيز صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. يا سيد العزيز حل من المعقول، يعني زي ما يقول جحا ابدا بلحم ثوره، صليت على النبي، اللهم صل على سيدنا. احنا ما خلو سوري ولا هندي ولا باكستاني ولا ليبي ولا عراقي ولا فلسطيني ولا واحد ما جابوه للأردن، هال على حساب الشعب الأردني. مع احترامنا للكل، احنا كل واحد معه جنسية أردني هو أردني. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. خليني بس أتحدث عن نقطة مهمة، الآن في عدد كبير من المتقاعدين العسكريين بقواتنا المسلحة وبأجهزتنا الأمنية بقول احنا المتقاعدين احنا قاعدين نتقاعد براتب 300-350. الآن عندي طالب جامعة، عندي أنا فاتورة كهرباء، عندي فاتورة مي، عندي أولاد بالمدارس. الآن أيام دولة عبد الله نصور منع دمج، يعني لا يجوز دمج راتبين، إنه تقاعد عسكري وأيضا ضمان اجتماعي. الآن حرم المتقاعدين اللي بأخذ 300 دينار تقاعد إنه يأخذ من الضمان بعد ما يصير عمره فوق 60 واشتغل بالقطاع الخاص. طب هذا مش ظلم للمتقاعدين دولة عبد الله نصور؟ كثير من المتقاعدين عم بيحكوا معنا بقولوا إحنا الآن ما في دمج للرواتب، نظل على 350، يا عم 350 تقاعد جيش وبيجينا 200 ليرة من هالضمان الاجتماعي 550، وبنعيش احنا وهالمرة وهالولاد. ليش يعني ايام عبد الله نصور مع حفظ الالقاب انه منع الازدواجية في هذا الامر؟ يعني مشاكل كثيرة بيعاني منها. اذا جلالة الملك كان واضح وصريح، قال بدنا يعني خلنا اقرأ يعني بالضبط، جلالة سيدنا يريد الاصلاح السياسي الذي يريده الملك هو الاصلاح الذي يحدث الاصلاح
الاقتصادي والإداري. الآن هل مجلس النواب قادر؟ أغلب المتصلين قالوا لا. إذا نغسل الدائرة من النواب ما معهم مصاري ومهتمين بولادهم واخوانهم ولاد عمهم ووظائف هون ووظائف هنا وتاركين الشعب اللي انتخبهم. ما الشعب اللي بأي دائرة انتخابية هو اللي وصلك وخلاك نائب أو خلاك نائب أيضا. الآن سيتيهم وبلشتي بأخوي وابن عمي وابن خالتي وقرابتي ونسيبي. طب اللي انتخبوكي واحد عنده 4 أولاد شغلي الولد من هالولاد، حطي أي شغل يأخذه 300 دينار. حط انت يا النائب اللي ظليت تترجى بالمواطنين انتخبوني وانا بفرجيكم وشعارات وقيم. اول ما بوظف اولاده، بعدين بوظف اولاد عمه، بعدين بوظف نسائبه، وبعدين طب واللي انتخبك؟ ما انت تعهدت ودقيت على صدرك، قلت انا اذا صرت نائب واحد من اولادك الاربعة بوظف لك اياه، خليه يصرف على 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 داره. تخلوا. ومع ذلك بنسأل سؤال واضح، النواب قادرين على احداث اصلاح اقتصادي؟ كل المتصلين، وهذا نوع من الاستفتاء، انه مجلس النواب غير قادر على احداث اصلاح اقتصادي نهائيا. سألنا سؤال ايضا، الحكومة قادرة على احداث اصلاح اقتصادي؟ بالعكس، قاعد بترفع على المواطن الاردني الاسعار وبترفع عليه كثير من الامور، ومع ذلك كأني انا بقرأ انه جلالة الملك وضع منهاج ووضع خطة عمل مستقبلية للنواب وللحكومة، لكن يبدو من خلال الاتصالات انه للحكومة ولا النواب قادرين على انهم يحسنوا وضع المواطن الاردني الاقتصادي. لمين نلجأ؟ وين نروح؟ ما بعرف. بهذا القدر انتهى وقت برنامج وبرنامجكم رأيك بهمنا. كل الشكر والتقدير إلى فريق العمل، وها أنا خالد خطار أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لوفائكم، دمتم في رعاية الله. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا، دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا.